فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله الحمد وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع السيرة النبوية وهذه السيرة العطرة، نتأدب ونتأسى ونحسن لأنفسنا بأن نشنف آذاننا بالسماع عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تطبيق حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعيشها، فإننا في زمان العيش فيه قد تكون المرارة فيها أو فيه شديدة وقد يكون الألم فيه عظيم، فأنت لن تجد في نفسك ولن تجد نفسك إلا في مثل ذلك أن تعيش مع هؤلاء الأخيار الأبرار. حتى وإن كنا لسنا من القوم وليست الهمة كالهمة وليس الأدب كالأدب وليس الدين كالدين وليست العبادة كالعبادة، لكن لنا مندوحة أن نقول من سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل. ما زلنا في معمعان ساحة الوغى وما كان يحدث في غزوة أحد، وقد قال بعض العلماء من قال بأن أحد كانت للكفرة فقد خسر خسرانا بينا أو قد أخطأ خطأ بينا، وحقيقة الأمر أنت لو دققت النظر ستجد أن الانتصارات في غزوة أحد انتصارات أعظم مما تتصور، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. لكن قبلها المايك مش أنا أسف، قبلها يعني نحن بنسعد جدا مع وجود أخينا نادر وكنا نبتسم معا وحبنا له يزداد، كفى حرصه على طلب العلم وفضله وأيضا ما شاء الله يعني لعل الله يرحمنا ويقبلنا يعني بفضل أن يكون معنا من نحسبه كذلك والله حسيبه. وأيضا نادر يعني احنا قلنا أنه هو لابد يتزوج وإلا لن نسكت عن ذلك، لابد لنادر أن يتزوج وزواج نادر لابد أن يكون قريبا، لكن الآن في تشويش عليه في هذا الباب ومتزعم التشويش على نادر محمد إبراهيم وعلى وبوجوده، والشيخ محمد دخل في الموضوع من الحجر دخل في الموضوع، والآن هو لا يشوش على نادر، ده الآن أراه أنه يشق عليه، وهذه المسألة يعني لازم تتصرف مع الشيخ محمد الحجر لأن الشيخ محمد الحجر ثقة أمين عندنا كلمته مسموعة. ف ايوه لا لازم تكسبه، لابد تكسبه هنادر، والجميع يحبونك هنا، الجميع هنا يحبونك ورب العزة ويدعون لك. شوف الشيخ محمد ارضي الشيخ محمد انا فهمت مسألة ليست بهينة. هو بيحب حجره يعني ارضي لكن انا اقول لك شيء يعني صراحة المحبة في الله هي اكسير الحياة، الأخوة في الله وأن تجد يعني صدق الأخوة في الله وتلامس القلوب الحق هذه معدومة الآن بين كثير في الأوساط التي نعيشها، لم نرى يعني تلامس القلوب، قد يكون في الباب تلاقي العيون والشفاه كلاما والأسماء والآذان سماعا، لكن يعني توافق الأرواح وتلامس القلوب الأمر الآن صار شاقا جدا، لذلك كل منا كأنه يعادي أخاه، لا نراه يعامله على أنه أخوه الذي يستر عليه ويحفظه ويريد منه الخير ويريد له الخير ويعضده ويكون معه ويسيران معا على طريق الله جل وعلا. يعني الأستاذ عبدو الشرقاوي بيسلم على حضرتك. نعم هو الأخوة في الله لأنه يراك في ذلك، استغفر الله رضي الله عنك شيخ ناصر أحسن الله عليك. حقيقة أن أنت تعلم بكلامي جيدا شيخ ناصر أن عمق المحبة في الله هو أعظم ما في الوجود،
عامة يغفر الله لنا، ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين. لنا سيئات نعرفها ونستغفر الله عنها، اللهم امنعنا منها رب العالمين، أكن معنا وأنت أرحم الراحمين. تفضل شيخ. الجزئية الأولى، نحن إن شاء الله نتكلم الآن على مواطن مهمة في غزوة أحد، وما زلنا معها وما تحركنا منها لأننا تعلمنا منها أمورا من أعظم ما تكون، ومن هذا ما يتأتى الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما دارت رحى الحرب وكانت الدائرة للمسلمين، غلط الرماة غلطة فظيعة فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فغادر 40 رجلا أو أكثر ويقتل هؤلاء الرماة مواقعهم. لكن خالدا رضي الله عنه وكان أنذاك مشركا انتهز هذه الفرصة وفكر بسرعة خاطفة وذهب إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، ثم لم ينبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه رضي الله عنه. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مفرزة من أصحابه صغيرة، 9 نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم للمشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان، إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه رضي الله عنهم 9 إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه والمطوق إلى هضاب أحد رضي الله عنك وجزاك الله خير. نعم ماشي. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت الطريق إلى الفرار وتركت ساحة القتال. الله المستعان، الله المستعان. طيب الآن أنا أتكلم على مسائل تكلمنا في هذا الباب على الأسبوع الماضي، على المواقف كاشفة من الجهتين، صحيح؟ فأخونا محمد ضبع يقول نشر عنك الآن الشيخ أحمد عبد السلام ترجمة بسيطة لكنها تدل على عمق المحبة. سبحان الله، نسأل الله أن يزيد المحبة بيننا ونجعلها إخلاص لوجه الله الكريم. يعني أحمد أصلا جلس 9 سنوات يدرس معنا، وهناك إخوة أفاضل قد يعني تعلموا وأتقنوا، الحمد لله ينشر الله خيرهم، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك ميزان حسناته، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا معه ومع الجميع ننزل تحت راية النبي، لا يحركنا إلا السنة ولا نعمل إلا للسنة. إخوتي الكرام، هناك مواطن عظيمة تكلمنا عنها في المقاتل التي حدثت لها الإسلام، وكل ذلك بسبب الشبابة أو بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، سنأتي عليها. لكننا أرجأنا الكلام على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا وعلم من الرؤيا أن هناك مهم عظيم من عظماء أهله سيموت، ومع ذلك دخل المعركة لأن هذا مطلب الرئيس، يعني الشهادة مطلب رئيس. وكان المراد في هذا الباب هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. حمزة ما كان أحد يستطيع أن يواجهه، ما في أحد يواجه حمزة بحال من أحوال. لما جاء الرجل وقال له يعني سب حمزة، فحمزة قال له تعالى يا ابن أم مقطعة البذور، يقال اختلف الضربة فكان كأمس الذهب، فأخذ يقتل في هؤلاء، لكن وحشي كان يختبئ له خلف الصخرة. أنا ما أريد أطيل لأن هذا يحرق قلبي جدا على هذه المقتلة التي فيها الغدر والخيانة، يعني ما في مواجهة، ما فيش مواجهة، والحمد لله أن الله تعالى قد يعني أنقذ وحشي، سنتكلم عنه أيضا في هذا الباب. حبيبي يا أستاذ أيها صاحب الشخابيط، أستغفر الله أستغفره، أنا لا أسوي شيئا، أنتم عيونكم جميلة ونفوسكم نبيلة، تزينون الناس بفضلكم وبما أنتم فيه من روعة. أنا أعرف أنك نلت من بسبب يعني ما نلت من الحروب الدروس، لكن أنا يعني أتعبني ما أتعبني أنه الأحقاد بتظهر سريعا، وهذه مشكلة كبيرة. رضي الله عنا وعنكم، وأحسن الله إلينا وإليكم.
رد معك يا استاذ شخبيط، انا مش عارف الاسم حتى، انا احبك في الله ولا اعرف اسمك. لا لا احمد اصلا يعني هي نظرته طيبه وهو رجل مؤدب ومهذب وفاضل، اكيد الذي كتبه بريشه قلبه لا بريشه قلمه. وكما قلت انا ما اربطني باخوتي جميعا، حتى انا لما اجلس مع طلبه العلم ما ارى ان يربطني بينهم شيء، يعلم الله الفلاء الا ما يكون رابطه السماء، لان انا اعرف ان رابطه السماء لا تنقطع بحال من الاحوال، مهما حدث مما ياتي عليها ويعتريها ما يعتريها، رابطه السماء لا تنقطع بحال من الاحوال. من ربط نفسه بربه في السماء فهذا الحبل ممدود ولا احد يستطيعه، لا 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 يقطعه، ممكن يغطي عليه لكن لا يقطعه، لا يهزه، لا يضعفه. فرابطة السماء هي اعلى ما تكون. رد الله عنك ايها الفاضل الكريم الذي من الله علي به وقد البسني اثوابا اوسع من اثواب ايها الملتزم الفاضل الرائع، رضي الله عنك حبيبي، احسن الله اليك. اقول اخوتي الكرام حمزه رضي الله عنه وارضاه ما احد يستطيع ان يقف امام حمزه، لكن يقول وحشي انه اللهم امين محمد ما اجمل اسمك يا محمد، تشرفت انا ان اسمي على اسمك ايها الملتزم الرائع، رد معك اسم محمد، حفظك ربي واحسن الله عليك. فاختبأ لاسد الله واسد رسوله، لكن هو ما عند الله. حتى حمزه لما وحشي لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال انا احمد الله ان شرف حمزه بحربتي ولم يهينني بسيفه. تعرفون كيف يقول؟ يعني هو يقول تشرف بأرقى المنازل، صار هو سيد الشهداء بحربتي، فأما أنا لو نزل سيفه علي لقسمني ولأهانني ولكنت في نار جهنم خالدا مخلدا. طبعا أنا سأبين ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم له، قال إن استطعت ألا أراك فافعل. سأقول لما وفي شيء، هو النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في قلبي شيء الأحد، النبي صلى الله عليه وسلم رحم على المؤمنين، لكن فيها شيء اسمه البشرية، بشرية الإنسان في هذا الباب كما سأبين. فالغرض المقصود هو اختبأ له، ولما تمكن من حربته ألقاها على حمزة رضي الله عنه، فاقترب منه يريد يقتله. هو قال لكنني رأيت منه إيش؟ أنفاس الموت، رأيت منه أنفاس الموت. طبعا مات حمزة وقامت هند على ما تفعلون مما يعني في يعني مسطرا، ولا صح أن أقوله حقيقة لأن هذا يحرق القلب، لكن حمزة أسد الله وأسد رسوله، حمزة الذي نصر الله ونصر رسوله عندما جاء أخبث خلق الله وقد نال من النبي صلى الله عليه وسلم فلطمه وقال ردها علي إن استطعت، قال ردها علي إن استطعت، كل قوة جسور كان ما استطاع أن يفعل ذلك لحمزة رضي الله عنه أرضاه. حتى عتبة قال له جررته للإسلام، أما تعلم ما القوة التي اكتسبها محمد بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن جاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم فوق الرأس توضعون، لست سيدا أنتم فوق الرأس توضعون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتلت حمزة؟ فأخذ يسطر كيف قتل حمزة ويمتعد النبي فقال له استغفر لي وحشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي، فالنبي ما استغفر له يعني استغفارا تاما لكنه نصحه نصائح عظيمة. وهذا عجيب أن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان متألما جدا جدا، فقال له استغفر لي. قال يا وحشي قاتل في سبيل الله لدعوة الله كما كنت تقاتل للصد عن سبيل الله. يعني هذه بتلك لكن النبي ما استطاع. قال له يا وحشي إن استطعت ألا أراك فافعل. هذه المسألة فيها أمور، لأن هو لما قال له قاتل في سبيل الله أو نصحه بأن يكون عنده ما يكفر عما فعل، وهذه دلالة على أن خيانة حمزة كانت عظيمة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ما حدث لحمزة من تمثيل، قال لأمثلن ب70. فلما قال له ذلك قال له إن استطعت ألا أراك فافعل. العلماء يقولون يعني هو قال له ذلك من باب الأمر البشري الذي يعتري النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له رتبتان، رتبة النبوة وهي أرقى الرتب وسيط بين الله وبين عباده، والرتبة الثانية رتبة
رتبة البشرية. وده لا كل واحد فينا في هذا الباب. أنت الآن بتعطي الدرس فأنت عايش مع الدرس مع الدين وأنت بتتعبد لا يدرك ولا بتترك الدرس لك عبادة بتتعبدها لك مرح بترمح بترمح فيه أو 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 بترمح يعني ترمح أيضا يعني أو أو بتمرح به لك لك مباح لك حتى تعديات بتقع فيها على بشريتك لك أيضا يعني من الأمور التي تحتاجها كبشر في هذا الباب. فأنت عندما تعاملني عندما أجلس أمامك تعاملني على أني طالب علم وبيني وبينك العلم أتكلم فيه. لما تعاملني على البشرية سترى مني الحسن وإيش والسيء لأن أنا بشر يقع في الزلات في السقطات في المعاصي في الهنات. فيكون الأمر بيننا وبينكم في هذا الباب أنك إن وجدت معصية ستنكر تنكر بأدب الإنكار وستتأدب أيضا في هذا الباب بالنصيحة العظيمة وأيضا ستكون إيش ستكون رفيق درب لأنه سيحبك من قلبك من قلبه من كل قلبه. لما تكون كذلك لو سترا عليه في المعصية نشرا له في خيره مدافعا عنه وعن عرضه أيضا آمرا له بالمعروف وناهيا عن المنكر معضدا له مبينا له عيوبه من أجل أن يستره. هذه من أعظم ما تكون. هذه البدعة والله العظيم احنا لمسناها وتكلمنا فيها في الدرس الحاصل ان هم ربوا الاولاد على ذلك. لذلك العاصي منهم لا يبين معصيته وما يتكلم على كل شيء الا المعصيه. ولما عندما يسمع معصيه يبقى هدم الدنيا باسرها لا ينظرون لها بمنظار الشرع الذي يضع كل شيء في موضعه. وده اللي حاصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي احنا بنقول للناس كيف نتعامل مع الناس جميعا بطابق شرع. انا قلت لك الأخ الكريم الفاضل أخ فاتح الله عليه لما جلس أمام شيخ كبير حبيبنا وفاضلنا ورجل فاضل بذل نفسه للناس فتكلمنا معه عن مسألة وساطة عشان في ضرر سيقع. فقال طب إيش اللي تريدون؟ أنا سكت يعني أقول سكت لأن القضية في إيد الأخ الشفيع. هذا أخ فاضل جدا بيشفع لأخيه هو يعني الله تعالى زرع في قلبه أشياء الله ينميها يا رب الله ينميها. فكلمتين الله أرجع على ثاني كلمتين أنا نفسي تلجمت هكذا ورجعت الورا وقلت سبحان الذي يوفق من شاء إلى ما شاء. قال هذا الأخ عمل كذا وتعدى حدوده في الشرع كذا. قال ماذا تريد؟ قال نريد نطبق شرع الله عليه بس عملوه بالشرع. لأن احنا شايفين الناس عايزين تعاقبوا غلو وناس ثانية عندهم إرجاء جفو. لا خلي إيش هو ده نتكلم فيه كل شيء كل شيء تعامل به بالشرع. يعني الشرع إذا حكم انتهى. يعني هناك من أساء جدا لواحد كان بيعلمه وطلع يعني حتى أنه تكلم في عرضه وجعل أحد يتكلم في عرضه ومجموعات بقى يعمل مجموعات ويتكلم ومع أنه ووصل لهذا الرجل أنه ده عمل كده يعني أذاك أذية عالية جدا. فهو في فرصة في يعني في دقيقة لا وجد هذا الذي فعل ذلك جاءه وقال له اعف عني وأنا تحت قدمك اختص مني ما شئت أنا أذيتك. قال له أعفو عنك وأسامحك من كل قلبي من كل قلبي. وده صحيح أنت ما أنا عفو أصلح فأجره على الله. لكن قال وأنت أيضا حر ما أسأت أحسن ما أسأت فيه وإن لم تفعل لا عاتب عليك. لما؟ لأن الكون كل من الذي يديره الله جل وعلا والمكان التي تريدها تتبوأها إن لم تتبوأها عند ربك لن تتبوأها. فالناس بعيدة عن هذا الباب وكل منهم بينظر منظور بأعور العين. هذه المشكلة الكبيرة هذه المشكلة الكبيرة. تفضل نص في إسرائيل الأول أيام من العبادة حق والصيام حق. يعني تقرأ كتب السلف كان يصوم كذا وكذا وختم كذا وكذا من ختمات وعبادات جليلة وكان الطلاب يقولوا يتصدقون بعيد أن يخفي الله عنهم عيوب شيخين. لا مش كده بس يعني على ما تقول شوف ناصر عويس يربيني اصلا ناصر عويس شيخ ناصر ليس اخي فقط طول الحياه هو ربيني. لكن هو كتب كلام هو عن نفسه مش عني. يقول صاحبي تقول كالنخل الشامخ الجبل عذب كالماء بحر حبر رقيق كالظل في يوم حار. هو عامه زي ما قلت الاخوه في الله التي تشعرك بانك تعيش
أنا كما قال فضيلة الشيخ الآن يعني طالب العلم الذي صام وقام وتصدق ويعلم أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع كان يذهب يتصدق ويقول الله اغفر عني عيب شيخي فلا أحرم علمه. أنا أريد الدعاء لما دعا أنت ممكن تقول اللهم اغفر عني عيب شيخي فلا أغتابه فلا أنوم فلا أنتقص من قدري. يعني فاهم الرجل لا ينظر لذلك. ليه بقى لا ينظر لذلك؟ دي اللي احنا مش فاهمينها هنا في زماننا. ليه ما نظرش ذلك؟ ها لا هي غير موجوده غير وارده. لكن ممكن يحرم من علمه كيف ان الله يبتلي بذلك ليصد عن مجالسه. شوف وجه النظر كيف كان ان الله يبتلي بهذا ليصد عن المجالس. لأن الله أنت أفهمني أنا ده تعبت حتى على المشايخ فهموا من الكلام ده إنه المنزلة عشان يرتقي لها المرء مش هيرتقي بها إلا بمن؟ بالله. والله يعطي من يشاء بمشاء لأنه يعلم الأهلية. لأن الله هو الذي يعلم الأهلية. فالحاصل إنه ممكن يكون بيجلس وهو جالس هو ليس ما يعني ان شاء الله طلب مهم مش عارف انا ايش اللي عندهم. شوف نوع ضرب عنده لي طلب ملح ما هو انا انفذه اذا استطعت انفذه في 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 اللحظه وفي اللحظه والوقت. فانظر اخي الكريم هو ما اراد ذلك في هذا الباب ليتكلم عليه او لينتقص منه او لينظر. لا هو يخشى على نفسي ان اراه ذلك ليحجبه عن ايش؟ عن الطلب ويصده ويبقى هو الخسران. لأنه يعلم يقينا أن ما من أحد إلا وله عيب. وده كلام أعلم التابعين. جاءتني هذه القطة صح ما أدري لو تجلس على حجري خلاص أنا صرت شاب القطط. بتأتي خلاص بص بقى دي معناها والله ما شاء الله خليها بقى. إذا أقول إخوتي الكرام في هذا الباب يعني أعلم التابعين سعيد المسيب هو أعلم التابعين. خذوها من أعلم التابعين يعني يقول ما من عالم شريف ولا من ذي سلطان إلا وله عيب. ولكن من كثر فضله لا يذكر عيبه ينغمر كما أن العكس بالعكس. ولذلك لابد أن يفهم الإنسان أنه مع شدة تعبده أو الآن كان بيتصدق من أجل أن يخفى عنه عيب أن يخفى الله عنه عيب شيخي فيستفيد. فأنت ترى نحن في زمان أنت لا تخفي العيب ده أنت في ناس أصلا بتتقصد الإيش العثرة وتذهب حتى تقع عليها فتكون قد ظفرت بغنيمة ليس بعدها غنيمة. والله المستعان هي المسألة كما قلت المسألة دائرة لأن الله بيختبر كل العباد. هي غربلة كما قلت لأنه لابد من التفريق بين النقاوة وبين النخال. وهذا الذي حدث في الأولين كان لابد من هزة وزلة وزلزلة ورجفة حتى يفرق بين النقاوة وبين النخال. الحاصل أننا نقول كل له ما له وعليه ما عليه. وأخ ذكر لي ذلك قال يعني هل هناك من يخلو من العيوب؟ قلت لا ليس هناك من لا يخلو من العيوب. أنا أدهشني قول بعض العلماء في حديث السنن أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة. قال قل اللهم إني الكلام لمين؟ ها؟ ومن أبو بكر؟ أنا أريد أسمع من الإخوة من أبو بكر؟ الذي يدعى له جنة ثمانية رد الله عنك الشيخ ناصر أحسن الله عليك. ها؟ الذي يدعى من أبواب الجنة ثمانية. الله الذي يدعى من نعمة ما ترجمت له من أبواب الجنة ثمانية يدعى منها أبو بكر رضي الله عنه. قال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله لا تؤمن على ذلك. أخونا الفاضل نور على الضرب يقول أحد طلبة علم الفضلاء ألمت به جلطة وهو في محبسه ظلما. أرجو منكم الدعاء اللهم بحق لا إله أنت ارفع عنه ذلك. اللهم بحق لا إله إلا الله ارفع عنه ذلك.
اللهم بحق لا إله إلا الله ارفع عنه ذلك. اللهم بحق لا إله إلا الله ارفع عنه ذلك. اللهم اشفي شفاء شفاء لا تماما لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنه اللهم ارفع عنه اللهم فرش كربه اللهم فرش كربه اللهم فرش كربه اللهم فرش كربه. اللهم كن له معينا وعضدا ونصيرا وشافيا وانت ارحم الراحمين. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه اللهم ارحمه برحمتك الواسعه اللهم ارحمه برحمتك الواسعه. اللهم ادخل عليه السرور وعلى قلبه الهدوء والطمانينه. اللهم ارفع درجته في عليين. اللهم اطر في عمره واحسن في عمله. اللهم فرش كربه اللهم فك اسره اللهم فرش كربه اللهم فك أسره اللهم فرش كربه اللهم فك أسره. اللهم أنت أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أجب دعاءنا وأنت بنا راحم ولا أحد يرحمنا إلا أنت. اللهم أمين رب العالمين. عامة قلنا بأنه يعني ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات وله عيب لابد يغمر تحت هذا الفضل. عامة كان الصحابة كما قلت كان الصحابة أيضا يرى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى منهم ومع ذلك يعرف قدرهم ويعطيهم منزلتهم بأبي هو وأمي. وهو الذي قال لأبي بكر في الدعاء العظيم قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. توقف بعض العلماء في الشراح قال توقفت كثيرا عند هذه اللفظة. القائل هو أبو بكر والذي علمه بذلك هو النبي وهو يعلم من أبو بكر. وأنا أقول لك والقرآن شاهد. كيف القرآن شاهد؟ لا القرآن شاهد لأبي بكر قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف إذا. أي تزكية لأي شخص بهذه الطريقة؟ خلينا بقى في, في, في سرد جميع السمات. وهو يقول وسيجنبها الأتقى على الإطلاق ما فيش منافسة. لذلك أبو بكر سلم عمر سلم قال لا ينافسك أحد لا ما فيش منافسة. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى شهادة الزكاة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إخلاص لا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى ردا على الخبثاء الروافض. فهو أبو بكر والنبي يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ما فرط من عندك إلى آخر الحديث. قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ما قال ظلمت نفسي؟ قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فوقف عند الشراح قال يعني ما تعجبت من أن يقول إني ظلمت نفسي؟ لا ده حتى يونس قال لا إله أنت سبحانك إني كنت لكن قال ظلما كثيرا. أين الظلم الكثير؟ أبو بكر كيف الظلم الكثير؟ ودي حقيقة ده ما فيش ده مش 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 مسألة مش مسألة مدعاة. عشان كده قلت الصحابة علموا حقيقة أنه غفر لهم تقدم من ذنبي وما تأخر. وهذا النبي وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلابد من التقييم الصحيح لابد أن يكون لنا مع التقييم بإتقان العلم أصول الخلق الراقية اللي هو نبل الخلق وأن تقيم الناس بالنبل وإياك أن تكون شغوفا بنقائص الناس أو بالسقطات التي تقع فيها الناس تكون خسيسا في هذا الباب. يعني لا تكون خسة كاملة لكن يكون هذه خسة فعل. ده أخس من ذلك من يتلمس العثرة ليضغط عليك بها يتلمس العثرة ليضغط عليك بها ويهددك بها. يعني وأنت طبعا المشكلة في هذا الباب أن الذي لا يعامل ربه لابد يموت تخول قواه. أقول لك أنا شوف أنا أملك عليك وأنت أصلا عايز تقول له ابن الحلال إيدك التي مدت دي وأنت بتملك مين اللي مدها وأنت تكلمني أنفاسك اللي راحها جاية دي من اللي طلعها ونزلها. أنت أصلا أنت تحسب أنه ملكك لتتحكم في عباد الله ملكك حتى تكون سواط نار على الناس أبدا. هو يملكك ويقلبك في ثانية واحدة بل يأخذ أنفاسك في ثانية واحدة. فهم لا يفقهون هذا الباب. أولا لا يفقهون مسألة البشرية وحدة البشرية ولا يفقهون مسألة أن القلب إذا مال للرب لا يرى أحدا أمامه. وهذا الذي جعل ابن تيمية يقول لقازان بعدما تعرفون الشيوخ ماذا قالوا عند قازان والشيوخ البلاء كله في الشيوخ هؤلاء المحتسبون البلاء كله في المحتسبون هؤلاء البلاء كله في المحتسبون
كان بيحتسوا مع 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 قزان كمان. وقال لك قزان قزان صار وليا من اولياء المسلمين من اولياء الله الصالحين. وقال ما هو قال ابن تيميه اما تعلم اني اسلمت؟ قال يا كافر يا ابن الكافره انت كافر وامك كافره. هو بيقول له اما تعلم اني استجيب القوه. هو فقال انا اريده ان كل اللي كانوا حول قزان قالوا لملموا ثيابكم فان الدماء ستتناصر الان. لملموا ثيابكم فان الدماء ايش؟ وهيبقى يعني كانه ايه؟ ارتاحوا بقى. هو ده اللي تعبكم والحسد فكركم موجود كل ده رايح دلوقتي. الراجل ايه؟ هينتهي. وده اللي حصل ان كل واحد حاسد. واحد بيقول لك واحد بيقول له مش عارف اعمل معاه ايه؟ انا بدعو الله ليل نهار ربنا يسفره. هو ما قالش يسفره الاخره او يتاخد كده. فهو قال ربنا يسفره بس يبعده عننا. واحد تاني نفس الحكايه يعني زي الذي قال الشافعي يعني اللهم اقتله حتى لا يغطى علم الشافعي. وهنا بقى كثير من الامور هناك دي ادعيه بينه وبين الله. لا ده في تحركات اكثر لابد لهذا الرجل مثلا يقتل او يموت. ابن تيميه حصل معاه كل ذلك. فلما دخل ماذا قال؟ قال اخذتني رهبه ورجفه. دي اسمها ايه بقى؟ البشريه. اخذتني رجفه فتذكرت جبروت الله وقوة الله جل في علاه. نظر لأسماء هنا تعبد بالأسماء الحسنى وصفات العلى. فتذكرت أسماء الله الحسنى وصفات العلى فوجدته أمامي كالفأر وأقل. لذلك أخذ أسر المسلمين وأسر النصارى ورده. وهو وقزان ماذا يفعل؟ سمعت وأطعت. ملك القلوب هو علام الغيوب. الحسن البصري لما دخل الحجاج نفس المقولة المحتسبون حول الحجاج قالوا لملموا ايش؟ لملموا ثيابكم الدماء ستتناصر. دخل حسن تمتم بعض الادعيه. الحجاج قايم عشان ياخذ السيف ويقتل مين؟ ياخذ الحسن البصري. بيقول قام فاخذ بيدي فاجلسه فين؟ على كرسيه. ثم اخرج طيبا خاص بالحجاج وطيب لحيه الحسن. طبعا الحسن جالس في ذهول. ما الذي يحدث؟ من هذا الطفل الوديع؟ من هذا الحمل الوديع؟ طيب. ولذلك يعني المسألة في هذا الباب لابد رحمكم الله. شوف أول يعني المشمتين شوف بيحبك. فهذه كما قلت تتأتى على ملك القلب أن يكون للرب جل في علاه. فالنبي بشريته قد غطت عليه فقال له إن استطعت ألا أراك فلا ففعل ذلك. لأنه ممكن كل ما يراه يتذكر خيانة القتل. وده الحمد لله تغفر لأنه تاب وأسلم. الأمر الثاني يتذكر ما فعلوا في عمه من المسلة التي وقعت على حمزة. وحمزة حمزة أسد الله أسد رسوله صلى الله عليه وسلم. يتذكر أيضا أهل الكفر وهو رحمة عليهم لكنه يتغيظ عليهم بما فعلوا. فلذلك قال له فإن استطعت ألا أراك فافعل. والحمد لله أن حمزة الوحشي قال قتل مسلمة. هو رماه بالحربة ومن وأبو دجانة قتله. رماه بالحربة وأبو دجانة قتله. شوف أبو دجانة صاحب سيف النبي صلى الله عليه وسلم والثاني رماه بالحربة ثم قال لعل هذه الرمية تكون إيش؟ لعل هذه الرمية تكون مكان رمية حمزة رضي الله عنه وأرضاه. حصل ما حصل من الأمور الكثيرة في هذا الباب أيضا تذهل العقول. رجل من الأنصار ما أدري ما أذكر اسمه الأصيمر أو شيء من ذلك ممكن يكون ذلك الأصيمر قام وسمع رجع المدينة لم يجد أحدا فسأل أين سعد بن معاذ. قال مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. قال أين فلان وفلان من الأنصار. فلما سمع بأسمائهم أخذ الحرب. كان كافرا ما أسلم أخذ الحربة ثم أخذ السيف ثم دخل في معمعان المعركة وفي الصفوف توغل يقاتل وينافح وطعن طعنات كثيرة جدا وضرب بالسيف كثيرا. فهم وهم بعد ما صار المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في أحد كما سأبين أن هذا نصر مؤزر أصلا في أحد. فبحث عن الشهداء ونظر إلى الجرحى فوجدوه. فالصحابة يقولون ما الذي أتى بك؟ قال لأقاتل. قال تقاتل حمية أم تقاتل الإسلام؟ قال والله ما أقاتل إلا رغبة في الإسلام. ومات. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
قال رجل عمل يسيرا وربح كثيرا. ما في شيء، ما فيش ركعة، ما في ركعة ركعها للأجل في علاه، فقط لما سمع بهم أنهم في ساحة الوغى أخذ الرمح وراء وذهب سريعا. يا للشجاعة ويا للديانة ويا للصدق. هناك فوق ما أقول أمر جلل، ما هو؟ لا في نفس القصة أنس، لا في نفس على الرجل، كلام على الرجل. احنا ما زلنا ليش ننتقل؟ انا اقول بان الله جل وعلا اختاره واصطفاه في لحظة واحدة بعد طيل عمر في الكفر، في لحظة واحدة اراد الله ان يكون في اعلى عليين. فاجمعوا قلبكم لربكم احسن لكم، اجمعوا قلبكم لربكم يكون في ذلك الحسن، كل الحسن لكم، ستوفقون وتسددون إما في الحياة وإما عند الختام. فختم الله له بهذه فقط، فقط لحظة ولحظة صدق، ثم هو في أعالي الجنان. لا ليس بقى على أو يهودية أيضا، ما اسمه مخيريق أو شيء من ذلك، مخيريق أيضا من اليهود. سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل القوم في أحد، فقام إلى بني إسرائيل فقال لكم معاهدة مع رسول الله، ووجبت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت نصرته. شوف الذي هنا نبل الخلق، لازم يؤدي الإنسان إلى الخير، نبل الخلق يؤدي الإنسان إلى الخير. فقال قال وجبت نصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، اليوم السبت، والسبت التعبد، ما نفع شيء في السبت الكتبة. قال لا سبت لكم، ثم أخذ السيف وقاتل فقتل. فقال المسلم مخيريك، وطبعا احنا نتساهل في ايش في السير، قال مخيريك خير اليهود، مخيريك خير اليهود، نعم هو خير اليهود، وقاتل يدخل الجنة. ثم بعد ذلك نقول الفوائد العظيمة لتأخذ من هذا الباب، ثم بسالة أهل الإسلام، بسالة أهل الإسلام نوقفها بعد، لكن الآن نقول الفوائد في هذا الباب. أعظم الفوائد في هذا الباب معصية النبي هلاك، مخالفة النبي هلاك. بالله عليكم ماذا تفعلون بقوم يقولون وأما أحاديث الأحاد لا نأخذ بها في العقيدة؟ مخالفة للنبي ولا موافقة؟ محادة للنبي ولا ليست محادة؟ محادة ولا ليست محادة؟ والكلام كلام شيطنة، إن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليش؟ ليجادلوكم. يقولون في احتمالية أنه ما يكونش قالوا للنسان، نعم، لكن احتمالية القول قديش؟ نحن بنتعامل مع الله تعالى في كل تعبدنا على الغالب، على الغالب مش على اليقين، على الغالب مش على اليقين. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب معصية النبي هلك، مخالفة السنة هلك. وليخترجن أقوام من بين يدي أقول ربي أصيحابي أصيحابي، ربي أمتي أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. الرماة عصوا الرسول، والله جل وعلا يقول وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يقول الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. المنطوق والمفهوم عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، ضلال مبين، ضلال مبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب من 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 أحبني من أحيا سنتي، آسف، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. والإخوة الأفاضل نبهوني على السند ضعيف، وكنت أظنه حسنا، أظن الحديث وصل للحسن، ولكن هذا يستأنس به أيضا، من أحيا سنتي فقد أحبني، لأن دي علامة الله تعالى جعل علامة محبته هو إيش؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سماها الحسن البصري آية الممتحن، قال الله تعالى قل صدقني يا أحمد تعالى تعالى أنت تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ليش؟ حتى ولو كان عمل، حتى لو هتطرد، صدقني أنت الآن أمامك أمور، فلا
فيعني انت اصلا انت نظرت نفسك لشيء فسر على الطريق. لكن انا ايه ما وجب والله ما وجب والله ما وجب والله ما وجب والله ما وجب. الغرض المقصود خلينا فيما هو افضل من ذلك. قلنا بان معصيه النبي صلى الله عليه وسلم هلاك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة، كما قال الزهري في السنة سفينة النجاة. الحسن البصري يقول آية الممتحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلما يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، على أساس أنك زعمت الله جل في علاه أنك تحب الله، فقال لك الله جل وعلا هات البينة، والبينة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محارب للسنة معاد لله ومعاد لرسوله، كل تارك للسنة معاد لله ومعاد لرسوله شاء أم أبى. لما تقول للرجل قال رسول الله يقول لك المذهب والإمام، هذا فيه نوع معاداة، هذا فيه نوع معاداة، لأنه وإذا قال لك أنت لا تفهم ما تقول وإمام يفهم، قل هذه بدع الشياطين، هذه بدع الشياطين، أنت قلت لك بعد ذلك ما تفعل شيئا إلا ما أقول لك، صح ولا لا؟ هذا قلت لك ولا رضي الله عنك؟ قل بدع الشياطين لبسوا عليكم هذا الكلام. والصحيح أن الأمر في هذا الباب علامة محبة الله جل في علاه تمسك بالسنة. معصية الرسول، ماذا حدث لمعصية الرسول؟ قال لهم لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وش الحدث؟ قالوا الغنيمة الغنيمة، فحصل الأمر الجلل وتسبب في مقتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرح الكثير، وأيضا تعرض النبي للقتل، ومصعب قتل وحمزة قتل وكثير من الصحابة الأوفياء النبلاء قتلوا في هذه المعركة بسبب هذه المعصية. ولذلك الله تعالى يعني بيّن لهم العطب أين، قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم سربكم عنهم لأبتلياكم، لكن قال منكم ما يريد الدنيا وقال بذلك. وأيضا الفرون قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض، لا بكل ببعض ما كسبوا. فمعصية النبي صلى الله عليه وسلم جرت الأمر، جرت الويلات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى عندما حملوه على اللأمة، حملوه على اللأمة وهو بين لهم نا 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 نبقى في المدينة يأتون فنتحكم فيهم، قالوا لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله. الحمد لله رضي الله عنكم، الله يجعلنا كذلك يا رب، لبستونا ثوبا أوسع بكثير من ثوبنا. فالأمر عجيب، لابد الإنسان أن يعلم الفضل لأهل الفضل، وأهل السنة هم أهل الفضل، أهل السنة هم أهل الفضل. ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم هلاك، لذلك الزهري قال السنة سفينة النجاة. لما نزلوا وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل القتل في الجميع، حتى أنهم تسببوا في قتل إخوانهم الذين صبروا، وقال أميرهم لا والله لا أنزل بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للصحابة الكلام أو ذر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعني أشير عليه فذهب فقال ابقى مكانك ما تحرك، مع أنه كان يخشى على النبي لأنه سمع أصواته، كان يخشى أن ما تحرك. قال فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي متهللا فرحا مسرورا، قال أبشر جبريل أتاني الآن وقال أنه من مات من أمتي على لا إله دخل الجنة. أبو ذر بقى هنا خلاص مسألة العلم الآن، مسرح العلم، لكن أنا الشاهد الذي أريده ما تحرك، مع أن قلبه يتحرك، فقلبه يتحرك خوفا على من؟ على النبي ما تحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له تحرك. ثم قال له إن قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. فحقيقة الأمر كما قلت أنهم كانوا ينقادون للنبي صلى الله عليه وسلم انقيادا تاما مكن في قلوبهم محبته، وكانت علامة على محبة الله جل في علاه. ابن مسعود يمشي في الشارع يصل إلى بوابة المسجد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن حوله اجلسوا، الصوت ذهب لمن؟ لابن مسعود، فجلس جلس ما تحرك حتى خرج النبي يتعجب ما الذي أنت فيه؟ قال سمعتك تقول اجلسوا جلست. من علم الحق ارتقى، ومن علم
أن 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 طريق الحق في السنة عرض عليها بالنواجذ. لذلك كانوا يعادون كل من يخالف السنة، يعادونه، وكانوا يحذرون كل من يرونه على بعد عن السنة. وكل واحد من الصحابة كان إذا نصح أخاه ما نصح أخاه إلا بالأثر. لما؟ لأنه يعلم أن السنة ملزمة للجميع، يعلم أن السنة ملزمة للجميع. وهذه المسألة مسألة عظيمة، لابد الإنسان أن يفهمها جيدا، وهي أن الذي تسبب في يوم أحد كانت معصية النبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا ها قل هو من عندي أنفسكم. هذه أعوص أعوص وأشد آية علينا. لما؟ مع أن ابن القيم يرى آية على 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 قرينة لها هي أشد الآيات عليه. كيف؟ قولوا لي. والمخرج منها شيء واحد، تعالى لما تتغيب؟ تفضل. وما يعصوا أن يجزى به، يعني تعرف قريب أنت بتحوم حول ما نريد، بتحوم حول ما نريد. الله يغفر لنا، نعوذ بالله أن نستخف بأي ذنب. نعم. ممتاز. حقيقة ما أصابك من حسنة فمن الله وسلم سيد فمن نفسك. لكن المسألة تحيلون ولا إيش؟ ترفع الأيدي. كل حد رفع أيدي. تفضل تفضل شيخ. شيخ الأصل إن الإنسان يصيب بما اكتسب بما فعل من ذنوب، ثم جاء البيان أن ليس بكل ما كسب بل ببعض ببعض ما اكتسب. ماشي ممتاز. ما رفع أيدي إبراهيم. كان عليهم أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى ما عندهم من العدة والعتاد. ماشي. افتقار من ذوق أو نعم. عاطف أتى بإجابة جيدة جدا، لكن شوفه هو قاعد في بيته مش تنفعه، أخذ على الرحرحة. شوفه هو عاطف كان كيف كان حرصه. سرق الطفل المدلل له الآن، نصير الآن بيموت. أنا مش هسكت عن هذا. إيه اللي بيحصل ده؟ هوى النفس تأخذ الواحد تخبطه بهذه الطريقة، وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ المصيبة مش في كده، أنتم مش فاهمين. المصيبة أن أنا خلاص في ذنوب أنا بقع فيها. المصيبة مش في الذنب، المصيبة في الأثر. تعرفون كيف يعني ولا مش تعرفوش؟ أقول لك. الناس صنفان في الذنوب، صنف يذنب فيحجب عنه الخير بسبب الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. في أصناف ثلاثة، وصنف يذنب ولا يحجب عنه الخير. طبعا من الخير مش الدنيا، لأن لو الدنيا دي استدراج ولا يحجب عنه الخير. يلهم التوبة أو يلهم طاعة فوق الطاعة، ده عبد موفق مسلم ارتقى درجة ما درجة محبوبية. لكن لما 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 يقع ويحجبه الله جل في علاه، يبقى هذا منزلته لست عند الله جل في علاه راقية، وممكن يخسر كل حاجة في لحظة واحدة، ممكن يخسر كل شيء في لحظة واحدة. هذه المسألة العظيمة التي نحن فيها. أردت منكم من يلتمس النظر في هذا الباب؟ هم الصحابة، وهم ينصرون الله، وهم يقتلون في سبيل الله، ومعهم سيد الخلق أجمعين، وعاقبهم الله جل في علاه المعصية. ابن القيم يتمثل بذلك في المدارك وفي غيره، يقول: وآدم تشرف بخلق الله له بيده، ونفخ فيه من روح، وأسجد له الملائكة، وخلق له من ضلعه امرأة يستأنس بها. كل ده فضائل هي لآدم. ولما أكل من الشجرة قال اهبط. يا الله يا الله، لا نسب بين الله وبين عبادي. وهذا والله يقال لي أنا، ما يقال لأي أحد. أنا أقول لنفسي الآن، أتصور نفسي وأقول لنفسي ذلك.
لأني أزل وأتساهل. اللهم اغفر لنا رب العالمين. لكن شوف انظر إيش قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسه. وفيهم من؟ وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر، وفيهم عمر، وفيهم العشر المبشرون بالجنة. هم خير من وطئ التراب، هم خير من وطئ التراب، ومع ذلك قال. نعم تفضل. ازاي اوفق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان سرق وزنى ويعني حاضر، وازاي يعني ارضى على طول؟ نعم، الحاصل التوفيق بينه وبين قوله وان زنى وان سرق فهو في الجنة، هذا في المآل. اما في الدنيا قد يعجل العقوبة في الدنيا فلا يعاقب بها في الآخرة. هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ في 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 امر جلل، في 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 ارواح ناس، لان النبي باين دي في ارواح ناس، ده الزنا اسهل من هذا. مش الذنب ده بقى في ذنوب تبقى اخف من كده؟ طبعا طبعا تتفاوت المعاصي، لكن هنا الله تعالى يبين لك كيف التعامل. عشان كده قلت لك قد تجد من يعصي فيحجبه الله، فاعلم ان ده انتهى امره، ليس له رصيد عند الله جل وعلا، ما فيش مكانه، ما فيش مكانه. فلما يكونش فيه مكانه خلاص هو ليس مؤهلا. لكن هناك في مكانه وفي زلات، الزلات دي بتنقص من القدر ايضا عشان تبقى فاهم، لكنها ايه؟ المكانه بتغطي. وده اللي تفهمه من قول النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وده اللي تفهمه من قول ما ها من ده اصلها من قول من قوله لحتى بلتعه وايش قال؟ قال ان الله طلع البدر فقال فعل ما شئتم قد غفرت لكم. ولذلك نعم حتى سيدنا ادم دعك من هذا الان، بس افهم افهم القضيه اللي احنا فيها عشان ما تروحش وتيجي، دي قضيه من الاهميه بمكان. فهو الان حتى وان كانت، لكن الرصيد الموجود فضل على لا يحجبه، قد بل قد يرزقه ايش؟ التوبه. وطبعا في رزق اخر انتم مش فاهمينه، طبعا الحمد لله انتم مستشعرينه، لكن الواقع هو اللي فاهمه لكم، وهو عند بعد المعصيه مش اللي بيحدث. خلاص في لذه في المعصيه، في لذه شيطانيه بعد المعصيه، ايش يحدث؟ ها؟ مش انكسار، يا ريت انكسار فقط. مراره لا يتجرعها الا من علم بمرارته. وهم وغم واعتراق في الداخل وقلب، وانت ما تجد شيئا تستلذ به في الحياه. تبقى ماشي وبتبتسم وبتضحك قدام الناس لكنك مقطع داخليا. مفيش الاستواء بينك وبين ربك، ما في، لانه اصلا انت افهم السير في الطريق، في شيء في الداخل مرتبط بايش؟ بالسماء. الشيء اللي في الداخل مرتبط بالسماء ده في حجب بتيجي عليه، في حجب بتيجي عليه، في غبار بيجي عليه بسبب معاصينا، معاصينا تاتي في غبار. فانت بتعتمل يعلم الله كيف العصر الذي انت فيه في الداخل، ومع ذلك انت يعني الله فاتح لك بوابه عشان تدخل منها. انت فاتح لك البوابه عشان انت ارتقيت في ارتقاء صعبا ما احد يرتقيه مثلك، بقول الله جل في علا قال: ولا يزال عبدي يتقرب من نوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به يبطش بها رجله التي يمشي بها. نعم في هذا الباب. فلا بد ان تعلم اخي الكريم ان هذه المساله مساله عظيمه فيما بينك وبين ربك. ومع ذلك قال الله تعالى: ولما اصابتكم مصيبه قد اصابتكم مثلها قلتم ان هذا؟ قل هو من عند انفسكم، لا نسب بين الله وبين عباده. داود عتبه ربه حتى خر مستغفرا. داود لا نسب بين الله وبين عباده. عندما تصور الخصمان، نعم تصوروا المحراب، حاضر تصوروا المحراب، فقال: يا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. شوف ولا تشتت دي جاء بعدها ايش؟ ليه 99 نعجة؟ ان اخي له 99 نعجة وليه نعجة واحد، فقال: اكفلنيها. قال: ظلمك، ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجة. شوف ما سمعش من اخر، ده اللي حاصل بقى. انا اتي بها بعد الاذان. الله أكبر الله أكبر. هو الآن بيكسب ودك. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الله ربه وإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله.
طريق الجن بيلفت انتباهنا على آدم تلقى من ربه كلمات فكانت المنة فوق المنة. هذه ليست أي نظرة ومش أي حد يكون كده. هنا أين وقفنا قبل الأذان؟ أن داود لم يسمع الآخر. ماذا قال الله تعالى؟ عتبه وفخر ركعه ثم إيش؟ أناب. فعتبه ربه جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم عتبه الله جل في علاه في عبس أطول. نعم. فحقيقة الأمر هو لا نسب إلى الله من عبادي، لكن إن الله لا يجعل من سبق إليه كمن تلعثم وتأخر، وأيضا إن الله لا يمكن أن يجعل من صدقه كمن خادعه، أو قل كمن شرك معه. كمن شرك معه تفضل. يعني ما يكون صادقا، ما يمشي في الطريق صادقا، دي خداع. يعني ترفع راية وتقول أنا أنصر ديني لا جل فعلا، وحقيقة الأمر أنت تنصر نفسك وتنصر جماعتك. دي أعظم 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 خدمة في الإنسان، فاهمني؟ ولذلك كلما كانت الراية واضحة وكلما كان الهدف واحدا وكلما كان القلب متجها إلى نصرة الله جل فعلا، النصر يأتي من كل حدب وصوب، والأسباب كلها تتوالى. وكلما كان الأمر فيه حظ النفس لا يرضى الله جل فعلا. هو ليش أمر إبراهيم بذبح ابنه؟ كان في شيء من حظ النفس موجود. بلغ معه السعي وأمد بعيد يدعو الله أن يرزق، فلما رزق مش اللي حدث، حظ النفس مال القلب، التفت القلب. فقال الله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال لا تفعل ما تؤمر. لكن لما هنا نزع الأمر كليا وكان المحضية لله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى، أفديناه بذبح عظيم. أيضا من ذلك أن المعصية تقع في الكبار، من الفوائد الكبيرة أن المعصية تقع في الكبار. نعم المعصية مكتوبة علينا مقدرة، بس إحنا اللي عاملينها بنفسينا. المعصية تقع من الكبار، يبقى ما حدش بقى يستوعب إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، وبعدين بيتكلم في المعصية، أنت عارف ده بيتجوز من غير ورق، يقال بقى واحد ورق إيه؟ هو ورق الجريد الأحمر، هو هي نفرتيتي، لابد يكتب على الحجر الصواني بتاع خد بقى واحدة نفرتيتي وروح على الأقصر، مش أنت عندكم الأقصر فيه؟ اسمه طريق المسبخة ولا طريق إيه؟ فتكتب أو يقال شوف 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 الرجل إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده ده بيجا ده ما عرفش جوز قد إيه؟ ها؟ يشير إلى إيش؟ أنت 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 ليس لك بنادر حكم حتى تأتي بالبينة، لأن هو شوف شوف ونادر سيتزوج رغم الأنوف وتزكية نادر. أنا لا أحب أن أسمع هذا الكلام. انا اولا احترز من ابو جيو من ابو جودي واحترز من محمد ابراهيم وعلاء اس التقليب عليك. انا غلبان يبقى في بينك وبينه سائل كده، يبقى في بينك وبينه سائل بقى كده، يبقى في اتفاقات خلفيه. بص لا نادر يا بص علاء مش قادر، حاطط وشه في الارض. بص علاء مش مستطيع يتحمل، يبقى في اتفاقات خلفيه نادر. ها لافوت افوك سيدي، شفت محمد ابراهيم بيقر بذلك، في اتفاقات خلفيه. ربنا يهديك. تعرف نادر ماذا اقول؟ ليتني اكون صادقا، ان شاء الله اكون صادق والله. ان كنت امراه وجميله يعني كنت قبلت رجلك عشان ترضى بي. هو ما دلوقتي مع ان انا اصلا ممكن تتغزل في وسامتي، لكن انت اصلا مشكلتك تريد طريق اخر. لكن انا باقدر قدرك وبقول على امر ساحاسب به عند ربي. انت رجل توضع فوق الراس يا نادر، والله العظيم انت تملك القلب وتوضع فوق الراس، ومثلك شرف لاهل الاسلام.
ها والله يا ندى والحمد لله والمنى. وإياك وإياك من هؤلاء. نعم الاغتسال من الجنابة واجب فهو، لكنه يريد أن 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 يقرر ذلك دينا وقربا لله جل وعلا. أنا شوف انت لازم تدري ما قال، انت قربتي يقول لنا خايف ربنا يوقعني في واحده زي ابو جوتي. شوف نادر شوف اذواق الناس تتفاوت والانظار تملا العيون، كلما كنت ارقى في النظر كلما جاءك اللمعان وبريقه من زمن. يا رب. انت مالك؟ طب انت مالك؟ المساله النادر مش ليك. خلاص يا نادر والله المفروض الاخوه في السحر تدعو ان الامر يعني يكون مسارعا لك. يبطل الوضع ده بس عشان ابقى ليه. انا ودينا شكل يرضع من اللي هو فيه ده. ده ده بص بقى سامحني سامحني، دي دلاله على ان رجل محترز. باشا بنسول ليه ده شفنا لو سمحت شفنا في سلوك ملهاش علاقه بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا الزنا ولا السرقه اهون من كده، بس برضو الانسان بيلاقي مصيبه لا لا وقابلها حاجه لا لا، ان الله لا يعجل عبادي بذلك. لا ده سوء ظن بالله قط، أخالفك هذا سوء ظن بالله قط قط، لكن الله تعالى قد يبتلي بعض البلاءات لا ليهلك لكن ليرفع ليطهر. لا يمكن والإنسان اللي كل شوية يعصي فتأتيه مصيبة إيه ده وأنا كل ما ده من معصية هيخمد من رحمة الله، يبقى الله بيعجل عقوبة. كيف تتعبد الله باسم الله الحليم وانت تحسب ذلك؟ عشان كده قلت لابد تتكامل الصورة عند طالب العلم وهو يتفقه كيف يتعامل مع عيشه مع الله جل وعلا. صدقوني، ولذلك مربط الفرس عند كل عابد هو كيف تعاملي مع الله، هذا الذي يجعله في هذا الباب يعني على أهبة العلو من الله جل في علاه. أقول والمعصية قد تقع من الكبار وقد وقعت، فر عثمان، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، كثير من الصحابة، وأيضا عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كبار، هؤلاء خير الناس على الإطلاق، هؤلاء خير الناس على الإطلاق، وقعت منهم، تقع نعم تقع من الكبار، أن الأنبياء معرضون للمعاصي. الأنبياء معرضون للمعاصي. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. هنا بقى شفت المغفل الجاهل الجهول أبو غبو اللي قال لأخيه الولد بيعصي، يجي تاني يوم بعد ما يعصي يتوب، وبعد كده يعصي وبعدين يتوب. الاغبياء يحسبون ايش؟ السفهاء الاغبياء اللي ما يعرفوش اقدار الناس يحسبون ان ده ايه؟ تلاعب. لا تلاعب بقى تلاعب، ما هو في نسوان قالوا لي يعني هو متجوز ثانيه انا اخليه يطلقها ونتوب لربنا بعد كده، مش التوبه مقبوله؟ اقتلوا يوسف، هو اقتلوا يوسف هو سادتهم اقتلوا يوسف او بعدين توبوا، التوبه تاتيكم والتوبة معروضة عليهم، فاهم؟ لا، هذا الذي قرر أن يعصي ثم يتوب لن يتوب. من الذي وفق ليتوب؟ في أخت استعجبت جدا لما قلت أن صلاة التسبيح تكفر الصغيرة والكبيرة، ماشي؟ فقالت لي يعني بقى طول الليل وطول النهار شغال معاصي، وبقى يقول لك طب استنى استنى استنى، كل ده هنفوضه. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، نعم هنفوضي في هذا. فقلت لها: أولا استعظام على الله لا يصح، زنت سنين طوال عمرها وسقط كلبا وغفل لها، انت استعظام على الله لا صح، دي الاولى. ودي طبعا اصلا الله جل وعلا ليس ظالم للعبيد، والله جل وعلا يعلم من يستحق ومن لا يستحق، الاولى. والثانيه من الذي يعني يقعد انه يعصي ويصلي تسبيح؟ من الذي يفعل؟ هل الله جل وعلا
يرى من عبدي أنه مصر أنه يعصيه وبيرتب لمعصيته وبيقول بعد المعصية أنا إيه أتوضع عشان الوضوء بتتساقط الذنوب مدام يعني صغيرة. من الذي سيوفقه يا حبيبي؟ هو الوضوء ده من الذي وفقك إليه؟ صلاة التسبيح من اللي وفقك إليه؟ صلاة النافلة من اللي وفقك إليه؟ الصوم الصدق من اللي وفقك إليه؟ قال الله تعالى في الحالتين ولو شاء الله ما فعلوه، قال وما بكم من نعمة إيش فمن الله إنما يعملكم أحسن عليكم ثم فيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. فلابد أن تفهم هذا، من الذي سيجر قلبك للرقة واللين والتوبة؟ ده القلب المتحجر أعباء ارفع إيدك وارفعها إلى السماء وقعد ابتهل وجيب جيب جيب أمراض عيون ما فيش دمعة تنزل منك. جمود العين من الله، تحجر القلب من الله، قسوة القلب من الله. من سيوفق لطاعة وهو بيرتب لمعصية؟ ثم الأغبياء بيبصوا كده يقول لك ده هو أنت طول الليل تعصي وطول النهار بقى تقول لي هستغفر؟ طب طول النهار بتعصي وطول الليل تقول لي في الخلوات وقيام الليل وأستغفر الله في الليل فيمحى في النهار؟ أقول لك يمحى بل وتبدل سيئات حسنات، لكن من الذي قد أفسد النهار فاستقام له الليل؟ ومن الذي أفسد الليل فاستقام له النهار؟ إلا أن نقول بأن الله ينظر للعبد فيقول غلبته شهوته وربه إيش يعذر في هذا. ولذلك المخلصات من الذنوب كثيرة جدا، فلا يحسبن أحد أن البلاء تنزل بسبب المعصية وأن الله جعل يعني في كل معصية يعني يعاقب العبد. لا ليس هذا سوء ظن بالله جل وعلا. إذن المعصية أيضا يقع فيها الكبار، وقد وقع في بدر في أحد، وانظر إلى عظيم حلم الله، وده بقى المهم اللي سيأتينا وهي قول الله جل وعلا أنه قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فخذ الآية الأخرى، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم أكملوا ولقد عفى الله عنكم فإذا مع المعصية عفو الله جل وعلا. وأقول لكم صراحة لازم تفهموا، قسموا الناس إلى أقسام ثلاثة، قسم معصية محضة، وده ما فيش قسم معصية غالب على طاعته، قسم طاعته غالبة، قسم بين هذا وذاك. أما قسم الذي غلبت معصيته خاتمته بالمعصية، لأنه لم يرتقي إلى أن يكون محفوفا بعناية الله وحفظه. وقسم طاعته أكثر هذا الذي خاتمته تكون على الطاعة للتغليب، وده عبد موفق اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زال عبدي يتقرب إلى النوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر ما قال. قال سمع وبصر ويده التي تبتش بها والإنسان أن أعطينا فارتقى لدرجة محبوبية. الثالث بين هؤلاء وبين هؤلاء، خاتمته على ما هو أميل إليه، وهذا لا يتأتى إلا من الله، الله الذي سيميله لما يختم له به، سيميله إلى ذلك. إذن أيضا عفو الله مع عظيم المعصية، عفو الله وسعة رحمة الله جل وعلا وحلم الله على العباد. من الفوائد أيضا تستقى صدق نصرة الدين وعدم جواز لعن معين واختبار النبي الأمين، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، أنا ما عندناش الوقت عمال يقف علينا. لو في أسئلة سريعة تفضلوا ونأخذ التوضيح. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.